البلوجر منى سمب، بنرحب بيكي معانا. عندك جمهور كبير قوي على السوشيال ميديا، قدرتي انك تكسبي ثقتهم في فتره قصيره؟ والله هو الموضوع كله في الاول جه بالصدفه، يعني هو جه صدفه بحته خالص، وبعد كده انا حبيت الموضوع، حسيتهم ان هم قريبين مني، انا بتعامل معاهم مش على اساس ان انا واحده بلوجر، لا انا واحده زيكم وشبهكم وبعمل اللي في بيتنا بطلعه ليكم بالظبط، او الوصفات او اي حاجه انا بستخدمها. انا بحب البنات كلها تبقى شكلها حلو، يبقوا بيلبسوا حلو، يبقى ريحتهم حلوه، فانا بتعامل معاهم ان انا واحده زيهم، مش ان انا بلوجر خالص. مش ممكن تطلعي فيهم وتقولي الحق وما اعرفش خناقه حصلت ايه علشان خاطر الترند؟ مستحيل مستحيل مستحيل. انا بقالي 4 سنين في المجال عامه كله، عمري 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 ما عملت اي ترند ايا كان باي شكل إن كان، ولا عمري اتخانقت مع حد. انا اصلا ما بحبش، وحتى لو في سوء تفاهم بيني وبين حد شخصي انا بخلي الموضوع ده بره الميديا خالص. بيشبهوكي بالبلوجر روح. ايوه هي صاحبتي فعلا، انا اول ما طلعت كنت انا اصلا بره، وهي يعني من كتر المنشنز اللي بيعملوها لنا، فاحنا دخلنا عند بعض وكده وتعرفنا ساعتها قبل ما تتجوز وقبل كل الكلام ده خالص. مفيش حوار الشبه اللي هو انت يعني مش حابه حد يشبهك بحد وكده؟ لا خالص خالص خالص، لا كلنا حلوين وكلنا زي القمر، وكل واحده فينا ليها شخصيه بتميز عن الثانيه، حتى طريقه الكلام وكل اي حاجه، الشغل حتى، هي كونتنت وانا كونتنت، بس لا الشبه ده ما بيضايقنيش خالص. منى ليكي في عمليات التجميل والبوتوكس والحاجات دي ولا لا؟ خالص 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 خالص، اقسم بالله خالص انا ما بحبهاش اصلا، وجربت الفيلر مره من كام سنه ورحت دوبته تاني عشان انا ما حسيتوش، حسيت ان انا اوفر بي، فلا ممكن كريمات اوكي سكين كير ماشي، لكن انا ولا عملت فيلر ولا بوتوكس ولا نحت ولا شفت ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، مقلبزه والله. انت قلت السوشيال ميديا ده طبيعي اي حد بيتعرض لها، فما بالك بقى لما يبقى بلوجر؟ ف كتير قوي 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 الناس. بصي انا مقتنعه بحاجه حلوه، ان انا مش دايما لازم اعجب كل الناس، عادي انا في ناس ما بتعجبنيش، بس مش معنى كده ان انا اروح اضايقهم. بس في ناس طبعا الاندر ايدج اللي موجودين على السوشيال ميديا، هم بقى اللي بيخش ينتقدوا، انت لابسه كده ليه، انت عامله كده ليه، بس انا بصراحه ما بقتش اقرا كومنت، بقرا بس الحلوين اللي بيبسطوني اللي بيخلوني اكمل، لكن اي حاجه بتضايقني انا ما باكني مش شايفاها. منى ما شاء الله بتظهري يعني في احسن حالاتك وشكلك حلو وكده، في بقى حسد بتعملي ايه مع يعني؟ ده طبيعي، ده شكلي فيه مصايب كتير قوي 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 فوق ما تتخيلي والله العظيم. ومش بابا مش برضه اقول الكلام ده عشان الناس هنحسدك على ايه ما اعرفش، لا بس الموضوع فعلا مرهق جدا جدا جدا، وان انت اصلا 24 ساعه تكوني بتظهري بشكل حلو قوي قوي. لا انا ساعات بطلع منكوشه، ساعات بطلع بالبيجامه، وساعات بطلع وانا باكل وانا بعمل كل حاجه عشان الناس تشوف برضه ان مش 24 ساعه الواحد بيبقى قاعد فول ميك اب وعامل شعره ولابس حلو، لا احنا بنبقى عاديين جدا جدا في البيت. اصعب حاجه انا قعدت في المستشفى فتره طويله بسبب كلمه واحده قالتها لي في وشي والله العظيم، قال هي قالت لي كده، قالت لي انت ايه رهوان، راحه جايه راحه جايه راحه جايه، انا والله ما روحت والله ما روحت. وانا قبل كده انا مش عارفه انت كنتي متابعاني ولا لا، انا كان شعري يعني شايفه ده كده، ده بالنسبه له قصه اقسم بالله. واحده برضو اعرفها راحت قالت لي هو كل ده شعر فرق في وشي، والله العظيم انا قعدت شهر انا مش عارفه احط فيه مشط علشان هو بيقع بيقع بيقع، ولا ما اتظبطش شويه غير لما قصيته بقى خالص، قصيته خالص يعني، هو كان معدي ضهري بكتير. فبس يلا الحمد لله ماما بقيت ترقيني على طول وتعملي بقى الميه اللي هي المقريه والكلام، حاسه ان الموضوع دخل فينا بحته تانيه خالص، بس انا بقول لك والله الصراحه والله العظيم بيجي عندنا البيت وحياه ربنا. امتى هتقولي كفايه للسوشيال ميديا؟ مش عارفه، بس انا نفسي والله العظيم، الموضوع مرهق جدا جدا فوق ما تتخيلي والله العظيم، مفيش حاجه من الكلام ده خالص. طب انا بسافر بره عشان شغل تاني وحياه تانية وبعمل حاجه تانية عشان انا مش عايزه اكمل بالسوشيال ميديا؟ ده فلوس السوشيال ميديا، بص راح ما تتفسح، انا مش بتفسح، انا مش بتفسح، انا هشتغل بجد، راح فلوس السوشيال ميديا دي ايه؟ دي احنا اللي عملناكي، احنا اللي عملنا، انتوا عملتوني في ايه؟ انتوا بتحبوني، لكن مفيش حد بيعمل حد، ربنا هو اللي يعني بيدي رزق لكل حد بس.